ايه اللي جاب الرجاله في يوم للستات يا داود؟ ما مش عارف والله، بس هو مش يوم للستات، هم 5 سنين للستات. لا هو ما فيش مشكله الست الا ما فيها راجل. تخيلي هما الرجاله مشكلتنا. يعني هو الفيلم في مشاكل الستات، بس احنا مشاكلنا ايه؟ مشاكلنا الرجاله. احنا لو عايشين لوحدنا هتقول لهم مشاكلكم ايه؟ هيقولوا لك الستات. لا ما هو كمان الست ولا هتضحك ولا هتحب ولا هتعيط غير لما يبقى بسبب راجل. هتنكد عليها اكيد. يعني لا ما هو انت قصدك ان انت كنت السبب في كل حاجه ليا في حياتي. لا يعني قصدي احنا بنكمل بعض. انت مش راجل انت ولا انت بنكمل بعض يا ابني. تعالى ما تخليش بقى اشتمك على ما تتكلم يا ابني، انت سايبني ليه كده؟ دي سنة جديدة يا أستاذ أحمد. لا كنت بنكمل بعض يعني. لا والله هو يعني الفيلم ده بالنسبة لي بحبه جدا علشان كان هو البداية أصلا. يعني هو كان البداية إن كاملة تفكر فيا إن أنا ممكن أعمل الميكانيكي اللي من منطقة شعبية. وكان هو السبب بشكل أو بآخر إن هي تفكر فيا إن أنا ممكن أعمل سجن النساء، وكان هو السبب إن أنا بقيت بقى شوارعي مش عارف أرجع تاني بني آدم. بعد شوية لا بس في جراند أوتيل بقى باشا وبيه وكده يعني بس كان شويه برضه بيلطش. برضه شوارع 2000